زيارة استطلاعية قامت بها وزيرة التنمية السياحية والحرف منيرة حسبلة برفقة بعض فني الوزارة إلى عدد من المؤسسات السياحية الكبرى للاطلاع على نظام عملها ومدى استجابتها للمعايير الدولية وجاهزيتها من حيث تقديم الخدمات للسياح والزبائن، حيث تفقدت الوزيرة منيرة حسبلة صالة كبار الشخصيات والمطاعم للتعرف على نوعية العمل. وبحسب مسؤولي بعض الفنادق فإن العائق يتمثل في نقص الطاقة الكهربائية، ويلاحظ في بعض الفنادق تتوفر فيها جميع أنواع التسلية لتلبية رغبات السياح والزوار. وجينا نشوفوا كيف الأوتيل وحتى زعفة نشوفوا كان جاي ريسبكتي نورم دول هنا الأوتيليري في النظافة من هنا قدام المنسترنا توريسم كل يشيل يساعدهم في المشاكل اللي يلقوه. زيارة سمحت للوزيرة المكلفة بالتنمية السياحية برصد جميع الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسات الفندقية بالعاصمة عين جميلة.